مشاهدينا متابعين الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورينا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. يعني استاد الاهلي النهارده معانا نجم الاستوديو التحليلي والنجم المتميز معانا على طول، نجم الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن سمير كمونه. رحب بيك طبعا في البدايه كموش، منور الدنيا حبيبي يا ميدو، موافق ان شاء الله، منور الدنيا، ربنا يخليك يا رب. امبارح في التليفون النهارده معايا، لا على قلبك مش هسيبك بقى لحد ما تيجي ان شاء الله نبارك لك وانت جاي من الحج بقى كده ان شاء الله. يا رب بس ان شاء الله، ربنا يكتبها ان شاء الله يا رب ان شاء الله وكل المشاهدين ان شاء الله. طيب قبل ما نبدا معاكم الحلقه نروح لامير هشام مع الاستاذ محمد جمال هليل عضو مجلس الاداره، نروح نشوف امير والاستاذ محمد جمال. اتفضل يا امير. طيب جهزوا لنا امير هشام يا جماعه كده، ان شاء الله نرجع لكم على طول. يعني قبل ما نبدا الحوار مع الكابتن سمير كمونه، معانا يعني ان شاء الله اسئله كتير، بحاول اجمع الاسئله الناس بتبعتها لي انا شخصيا والاسئله اللي بتبعتوها على صفحه الاهلي، بحاول ارد على قد ما اقدر على اسئلتكم بمنتهى الموضوعيه بمنتهى المصداقيه زي ما انا متعود معاكم دايما. قبل ما نبدا اسئلتنا مع الكابتن سمير كمونه هقول لكم اخبار اعتقد ان هي مهمه. هبدا بخبر اتحاد الكره يستقر على تسريح منتخب المحليين. هناقش فيه كابتن سمير كمونه الخبر ده لان انا مش عارف هو اتكون ليه وتسرح ليه، يعني يا رب يكون في مصلحه الكره المصريه. اتحاد الكره يستقر على تسريح منتخب المحليين، استقر اتحاد الكره على تسريح المنتخب المحلي عقب خروجه او بعد خروجه من تصفيات افريقيا 2018 على يد المنتخب المغربي، وكان المنتخب قد خسر امام المنتخب المغربي 4-2 في اجمالي مباريات الذهاب والاياب في التصفيات ليتاهل نسور كارتاج الى الكان الافريقي على حسابه. يعني طب يلا امير جاهز؟ يلا ماشي. امير اتفضل يا امير. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن سمير، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ندوه كانت مثمرة جدا النهاردة في التناقش حوالين اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي وأوجه الاختلاف ما بينها وما بين لائحة أو اللائحة الاسترشادية الخاصة باللجنة الأولمبية، طبعا في تواجد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس الإدارة. لكن خليني سريعا يا كابتن ميدو، معايا في هذه اللحظات أستاذ محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، برحب بيك في البداية. وأعتقد النهاردة ندوة كانت مثمرة وشيء إيجابي جدا في التناقش مع أعضاء النادي الأهلي. مساء الخير. طبعا احنا كمجلس اداره بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوعي اعضاء الجمعيه العموميه بقدر الامكان عن اللائحه والفرق بين اللائحه دي واللائحه الاسترشاديه، ونحاول ان احنا نعرفهم ونوصلهم ان احنا فعلا في معركه حياه او موت كاعضاء نادي اهلي، لان اللائحه بتاعتنا لازم نبقى احنا اللي معتمدينها وما فيش اي جهه ثانيه تفرض علينا لائحتنا. يعني احنا ككوميونتي او كمجتمع لازم ان احنا اللي نطلع اللي تبقى ناجحه مننا وبتعبر عن ارادتنا ومحدش يفرضها علينا. وعلى طول العصور على مر العصور الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اثبتت ان هي في المواقف الصعبه بتقف، وبتقف وقفه جامده جدا. عشان كده احنا كلنا ثقه ان ان شاء الله ان شاء الله الجمعيه هتكتمل، ويمكن تكتمل كمان من اول يوم مش اليوم الثاني. البعض بيتكلم عن قانونيه ان هي تقام على يومين، هل انتوا كمجلس تاكدتوا من قانونيه هذه الجزئيه بالتحديد؟ احنا كمجلس اداره تاكدنا تماما ان احنا موقفنا قانوني جدا وما فيهوش اي مشكله بتشوب، لان اللائحه بتقول ان هي جمعيه، ان هي سوري، ان هو اجتماع خاص ولا جمعيه عموميه ولا جمعيه غير عاديه. بعدين اللجنه الاولمبيه سابت لمجالس الاداره حق التنظيم اليوم ده هيبقى عامل ازاي. احنا تسهيلا على الاعضاء وعلشان نضمن ان الناس تقدر ان هي تحضر، خصوصا ان احنا في عز الصيف في اجازات يمكن اخر اسبوع قبل مدارس، داخلين على الحج طبعا الناس اللي بتحج ربنا يتقبل منها، وعلى اسبوع العيد اللي كل الناس بتطلعوا اجازات، فالموضوع مزنوق جدا. عشان كده احنا تيسيرا على الاعضاء قررنا ان احنا نعملها على يومين، وتاكدنا مما لا يقل عن 50 قانوني ومستشار ان احنا موقفنا القانوني سليم 100% وان احنا مفيش اي شائبه علينا. دي اهم حاجه. لكن احنا بخلاف بقى اللائحه النهارده شفنا بعض الاعضاء اليوم بعض الطلبات المعينه سواء هنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر الجزيره الشيخ زايد، ازاي هيتم التعامل مع هذه الطلبات وتلبيه كل ما يحتاجه اعضاء النادي الاهلي؟ احنا ده بالنسبه للائحه بتاعتنا، احنا كل الاعتراضات اللي موجوده على اللائحه احنا بنسمعها، لكن في الاخر الاعضاء عارفين ان اللائحه دي ممكن ان هي تتغير في اي وقت. احنا عملنا
لائحه جبنا لجنه قانونيه على مستوى عالي جدا، طبعا المستشار رجاء عطيه ومستشار عبد المجيد محمود وكابتن علاء مشرف من اللجنه الاولمبيه، احنا جبناهم عشان يعملوا لائحه النادي الاهلي، وانا اعتقد ان اللائحه ما فيش خلاف عليها الا في نقاط بسيطه جدا زي ما الباشمهندس قال ممكن تبقى حاجه خطا طباعه او حاجه، طبعا ده سهل جدا استدراكه وتعديله، زائد ان اللائحه لو في اي حد ليه اعتراض على اي بند في اللائحه احنا نقدر ان احنا بسهوله بعد كده نغيره، احنا اللي عايزين نثبته دلوقتي ان احنا لائحتنا هتنبع من داخلنا بارادتنا، محدش هيفرض علينا اي حاجه. شكرا. شكرا ليك. شكرا. ده كان طبعا لقائنا مع استاذ محمد جمال هلال عضو مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. كابتن ايجابي جدا تفاعل الاعضاء مع المهندس محمود طاهر، كان ليهم بعض النقاط اللي عايزين يتكلموا فيها اكيد مع المهندس محمود طاهر، نقاش كان حضاري جدا ونقاش جيد جدا سواء كان النهارده او امبارح في الجزيره او اول امبارح في الشيخ زايد. لكن خليني اقول لك انا لسه متواصل معاك معايا في هذه اللحظات احد اعضاء النادي الاهلي، برحب بيكي في البدايه اكيد يعني النهارده الندوه كانت مثمره جدا مع المهندس محمود طاهر، والاهم هو ان اعضاء النادي الاهلي يكروا اللائحه الخاصه بيهم. تمام، انا كل اللي انا عايزاه بس كلنا نتجمع وكلنا نيجي لللائحه، كلنا نيجي اليوم دوت، لازم كله يجي الجمعيه العموميه ان شاء الله باذن الله، انا شخصيا وشعبي كله جاي ان شاء الله اليوم دوت، ده كل اللي احنا عايزينه، بس مش هقول بقى حاجات تانية كل الناس عارفاها، بس احنا ان شاء الله كلنا موجودين اليوم ده. قريتي اللائحه ولا اه؟ طبعا احنا لا، اي حاجه محمود طاهر يعملها انا راضيه بيها بس انا موافقه بس ميرسي جدا يا حبيبي. لسه متواصلين يا كابتن ميدو ايضا معايا بعض اعضاء النادي الاهلي، برحب بيك في البدايه والنهارده اكيد الندوه كانت جيده، عايز اخد تعليقك عليها ورايك في كلام مهندس محمود طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا احنا في كل الاحوال جايين للنادي الاهلي، بس برضو احنا بندعم مجلس الاداره لان مجلس الاداره هو اللي حسسنا ان احنا فعلا اعضاء جمعيه عموميه، هو اللي مهتم باعضاء الجمعيه العموميه، واي حاجه فيها سبورت مجلس الاداره انا فيها. بالنسبه لللائحه انا يعني انا بدعي ان النادي الاهلي اكبر من ان حد يحط له اللائحه غير اعضاء الجمعيه العموميه. النادي الاهلي اول نادي في مصر، اكبر نادي في مصر، اكبر جمعيه عموميه في مصر، وإذا كانت اللجنة الأولمبية بتعتقد إن الرقم اللي طلبته تعجيزي فإحنا بنقول لها إحنا هنجيب أضعاف الرقم ده، وإن شاء الله الجمعية هتكتمل وهنوافق كلنا إن شاء الله. إحنا جايين نقول إحنا جايين نوافق على اللائحة لأنها النظام الأساسي للنادي الأهلي مش لأي حد تاني، وإحنا الأعضاء اللي من حقنا إن إحنا نقول كده، وإن شاء الله هنقول كده، هنقول نعم لللائحة بإذن الله. شايف إن أنتوا عندكم حماس شديد جدا تكروا مصيركم، وده الأهم بالنسبة لأعضاء النادي. مظبوط مظبوط، ويعني احنا بنقول ان احنا مدينه نصر، احنا النادي الاهلي كلنا على قلب رجل. جزئيه مهمه، الاهلي مدينه نصر، الجزيره، الشيخ زايد، كله نادي واحد. احنا كلنا على قلب رجل واحد وكلنا في ظهر مجلس الاداره، لان هو ده اللي حسسنا فعلا بقيمه ان في حاجه اسمها جمعيه عموميه، هو اهتمام شديد جدا بالجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه، وده حقنا واحنا لازم نديله حقه كمان لمجلس الاداره ونقف جنبه. وده انا من خلال القناه انا بدعي كل اعضاء الجمعيه العموميه انهم يشاركوا، لان هو ده المستقبل للنادي، هو ده المستقبل للنادي، ما حدش هيتحكم في النادي الاهلي غير اعضاء النادي الاهلي، غير مجلس اداره واعضاء النادي الاهلي. بشكرك. شكرا. شكرا يا فندم. لسه متواصلين معاك يا كابتن ميدو وردود الافعال عقب هذه الندوه الهامه جدا. خليني اقول لك ايضا لسه متواصلين معانا احد اعضاء النادي الاهلي، رأي حضرتك طبعا في الندوة النهاردة وتعليقك على كلام المهندس محمود. لا، حاجة محترمة جدا وحاجة مشرفة جدا، وانا بقول لكل الناس ان فعلا المهندس محمود طاهر عمل نجاحات وانجازات بامانة عملت احراج لاي حد بعديه، يعني اي حد هيجي بعديه عملت ليه احراج، يعني على حتة اللي هو كل عمله في كل الالعاب في كل الانشاءات في كل البطولات، واحترام وحاجة محترمة جدا، حاجة مفروغ منها. بس احنا بنتكلم على اللائحة، رأيك في اللائحة لو قريتها، ورأيك النهاردة في تفاعل الاعضاء مع المهندس محمود طاهر. انا اللي شايفه ان كل الناس هي مع لائحة النادي ومع محمود بيه طاهر، وانا بقول لك اهو ما اتخلقش اللي يحط على الاهلي اي لائحة، طول عمر الاهلي من 1907 هو اللي بيحط لائحته عبر الاجيال وعبر السنين، وانا بقول له لهشام حطب هتشوف بعينيك اللي هيحصل، هتشوف بعينيك في 25 و26 هتلاقي بقى مش حته ان هم النصاب القانوني، هتلاقي اقل حاجه 25000 وكلهم اجماع على فكره، مش حته في اغلبيه، هتلاقي كلهم اجماع. شكرا ان شاء الله. ميرسي.
طبعا الامر خلاص بقى في ايد اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، هم اللي قرروا مصيرهم، هم اللي في ايديهم طبعا ان هم يختاروا اللائحه الخاصه بيهم عكس طبعا اختيار اللائحه الاسترشاديه. لو ما جاش عدد الاعضاء المطلوب خلال طبعا يوم 25 و 26 من الشهر الجاري هيكون فرضت علينا لائحه احنا في غنى عنها، احنا محتاجين اللائحه الخاصه اكيد بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما هو اللي بيحدد مصيره، النادي الاهلي دايما هو السباق في كل شيء. لسه مكمل معاك يا كابتن ميدو، معايا كابتن بيسا طبعا، برحب بحضرتك في النهايه، وانت اكيد عضو جمعيه عموميه، رايك في التواصل مع المهندس محمود طاهر سواء النهارده امبارح او امبارح في الجزئيه الخاصه بتحديد باللائحه الخاصه بالنادي الاهلي؟ والله بص، هي الندوه يعني على ما اظن الندوه النهارده يعني تعتبر لمت حاجات كتير قوي للاعضاء، كان برضو في لسه الاعضاء مش فاهمه شويه حاجات. انا طبعا مبدئيا ضد اللائحه الاسترشاديه والناس كلها عارفه كده وده رايي، لان انا شايفه ان النادي الاهلي مش نادي صغير، نادي الحمد لله الجمعيه العموميه بتاعته بتتكون من ناس من الوزير للسفير للمستشار لاكبر ناس عندنا جوه النادي، حاجه في التاريخ وحاجه في القانون، فمن حقنا ان احنا نعمل لائحتنا وقوانيننا. وبعدين على مر السنين احنا 110 سنه طول عمرنا بنحط قوانيننا ولوائحنا، فاحنا مش صغيرين ان حد يحط لنا القوانين واللوائح. واللائحه الاسترشاديه معلش سوري يعني انا قريتها كذا مره علشان اعرف هي في ناس موافقه عليها ليه، انا مش عارفه هي موافقين ليه، وان هي فرض ليه يعني، وشروطها تعجيزيه ليه، ليه لازم ابقى 12600 في جو حر ومصيف، و يا اما تبقى اللائحه الاسترشاديه دي حاجه بلبسها يعني. اقول لحضرتك ان اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي عندهم الوعي الكامل ان هم ضروري يكونوا متواجدين بالاعداد المطلوبه عشان نقدر نكرر اللائحه بتاعتنا. والله طبعا الجمعيه العموميه عندنا في النادي الاهلي وقت الجد فعلا بتظهر، يعني لما بيحسوا ان في خطوره او زيهم زي اي حد يعني، ممكن تبقى الدنيا ماشيه كويس فما فيش مشكله، لكن لما بيحسوا ان في بقى مشكله لا، النادي الاهلي كله بقى المفروض يتكاتف مع بعضه، لان دي مصلحه الكيان مش مصلحه اشخاص، احنا ما بنتكلمش الاشخاص، احنا باذنك يا رب يعني طول عمرنا في انتخاباتنا في جمعياتنا ناس عارفين ايه اخلاق النادي الاهلي، ايه مبادئ النادي الاهلي، عمر ما حد يقدر يغلط في حد من رموز النادي الاهلي لان كلهم اخواتنا ومتربيين معاهم. لكن في وقت من الاوقات لما يبقى في حاجه لازم كلنا نقف، لازم كلنا نقف ضد خاصه باعضاء النادي نفسهم بغض النظر مين مجلس اداره النادي او حاجه، هو اعضاء النادي الاهلي هم اللي بيكروا اللائحه الخاصه بيهم، وده اهم شيء بالنسبه لي. انت اساسا بتتكلم على اساس، ده اساس النادي الاهلي واساس ولاد النادي الاهلي واساس الرياضيين اللي في النادي الاهلي، انت بتتكلم على لائحه بتعمل كام رياضي لمصر نفسها؟ انت بتطلع، انت عارف بتطلع كام لعيب من النادي الاهلي في مختلف الالعاب بيمثلوا مصر؟ يعني النادي الاهلي ده الرياضه في مصر، معاه يمكن برضه انديه ثانيه مش النادي الاهلي لوحده، بس الجزء الكبير يمكن 80% من منتخبات مصر طالعه من النادي الاهلي. يعني انت المفروض ان انت تساعد النادي الاهلي في نجاحه مش توقف له نجاحه. بس ان شاء الله باذنك يا رب يعني انا قريت اللائحه بتاعتنا وقريت اللائحه الاسترشاديه، اللائحه بتاعتنا على فكره الناس اللي لازم، انا بقول لكل الناس لازم تقروها، لازم يبقوا عارفين برضو ايه القوانين واللوائح بتاعت النادي الاهلي. وبعدين في حاجه مهمه جدا، انت اللائحه بتاعتنا 90% منها من اللائحه القديمه بتاعت المجلس القديم بتاع الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب والمجالس القديمه اللي هي وكابتن او الفريق مرتجي والناس دي، ما هياش حاجه جديده او سحر، 90% منها، وزاد عليها كام بند بس اللي هي ضد اللي حصل في اللائحه الاسترشاديه، انما جنسيه ان فجاه تلاقي رئيس النادي الاهلي يهودي او قطري او ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، ما ينفعش. فدينا بنحاول وان شاء الله الجمعيه هتكمل باذنك يا رب هنا يوم 25، واعضاء النادي الاهلي انا عندي ثقه رهيبه فيهم زي ما شفت النهارده كده ندوه، يعني ممكن كل الناس تقول لك ايه ندوه يعني، اقعد اسمع بقى الناس بترغي وبتاع ويقعدوا مع اولادهم، كله اتلم وجه وقعد وسمع عشان هم فعلا عايزين يعرفوا، وهتلاقيهم موجودين يوم 25 باذن الله. شكرا لحضرتك. العفو.
طبعا دي كانت لقاءاتنا عقب هذه الندوة الهامة جدا المهندس محمود طاهر بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر، في ظل عدد الندوات يمكن اللي حددها المهندس محمود طاهر خلال 3 ندوات، بداية من فرع الشيخ زايد، فرع الجزيرة، ونهاية بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. أكيد كان شيء هام جدا لكل أعضاء النادي الأهلي إن هم يفهموا اللائحة الخاصة بيهم لإقرارها طبعا إن شاء الله يوم 25 و26 تحديد يوم الجمعة والسبت القادمين. دي كانت أجواء ما بعد هذه الندوة. كابتن ميدو لو في أي استفسار اتفضل. شكرا يا أمير على التغطية المميزة دي، وأكيد يعني كل الأعضاء يعني على مستوى عالي جدا من الثقافة، زي ما قالت بصراحة الكابتن بيسا حسني المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي وأيضا رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، يعني بصراحة قالت كلام يدرس، قالت كلام جامع وكلام شامل لازم يعني احنا كقناة هنعيده أكيد، لأن كلام مهم جدا وكلام في الصميم وجهته لكل الناس، وجهته للناس اللي بتفرض حاجة على النادي الأهلي. النادي الأهلي عمره ما بتفرض عليه حاجة، زي ما حضراتكم سمعتوا أكيد هتسمعوا الحوار ده تاني، حوار مهم جدا وكلام فعلا يعني هادف قوي وفي العمق قوي، كلام قليل بس لخص حاجات كتير. أنا بحييها هذه السيدة بصراحة كابتن بيسا حسني، يعني اتكلمت وأنجزت وقالت كل حاجة. تتكلم عن النادي الأهلي، هو اللي علم يعني إيه الرياضة، وهو اللي إدى أسس مع احترامي لكل الناس، الناس كلها اتعلمت من هذا النادي او هذا الكيان العريق حاجات كتير قوي. لما تيجي انت بقى تعدل عليه وفعلا تدخل، يعني لما قلت لك رئيس النادي ممكن يبقى ليه جنسيه، يا جماعه اللائحه خاصه بالنادي الاهلي وليست لها علاقه باي شخص، غير مشخصنه تماما، ومفيش حد اتخلق في النادي الاهلي يقدر ان هو شخصا اي حاجه النادي الاهلي لمصلحه شخصيه او اي حاجه، مفيش الكلام ده خالص 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 خالص. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، وزي ما قلت لكم امبارح النادي الاهلي شعاره الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي فوق الجميع بما فيهم اي حد، بما فيهم اي حد بينتمي ليه. فعشان كده اللائحه دي لائحه النادي الاهلي، ولازم اكيد الاعضاء الجمعيه العموميه على مستوى عالي جدا جدا من الثقافه، وهم يقدروا ان هم يعني يحطوا اللوائح والاسس اللي يمشي عليها النادي زي ما هم متعودين. اكيد لقاء مهم، واكيد احنا هنذيع اللقاء ده تاني وهتلاقوه نازل على صفحتنا الاهلي على الفيسبوك. طولنا عليك كابتن سمير. لا ولا يهمك، لكن اللقاءات مهمه جدا كيد. وبصراحه حوار عجبني قوي، كلام لو حضرتك كنت مركز في الكلام بتاع الكابتن بيسا، كلمه كلام حلو قوي قوي. يعني تقول لك احنا الاهلي، احنا الكيان الكبير، انتوا بتفرضوا علينا ازاي، بتفرضوا علينا ارائكم ازاي، بتفرضوا علينا حاجات اساسا مش موجوده ازاي، ازاي رئيس نادي يبقى مش معاه جنسيه مصريه. يعني انا مش عايز اتكلم لان انا كلامي يعني ممكن بيتفهم لبعض المغرضين بيتفهم غلط، او بيتفهم ان انا بوديه في حته تانية، لكن انا الحمد لله يعني كلامي واضح جدا جدا. يعني هو النادي الاهلي خلينا نقول مش نادي صغير، نادي كبير، منظومه ناجحه على مر التاريخ. طبعا ما حدش يقدر يحط لنادي لائحته، النادي هو اللي يحط اللائحه بالقوانين اللي موجوده، وزي ما احنا سمعنا وعارفين ان اللوائح وقوانين النادي الاهلي موجوده بنسبه 90% زي ما سمعنا، ممكن تكون 10% بس بعض الحاجات اللي هي تطوير او حاجه، وده طبيعي جدا. انما انت ما تجبرنيش اللائحه السجليه طبعا ان هي تتحط واعضاء النادي الاهلي يمضوا عليها وهم يكونوا موافقين، لا، هنا في اعتراض وهنا في تجمع في الثلاث فروع للنادي الاهلي، اهلي مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد. والناس كان في النهارده انا شايف في حضور كتير قوي، ولحد يوم 25 هيبقى في حضور اكتر. انت عارف ان دلوقتي في وقت مصايف والجو حر والاعداد ممكن ما تكونش مكتمله، ان لحد يوم 25 بيتهيألي الجمعيه هتكتمل، لان طبعا من حق الجمعيه العموميه ان هي ترفض اللائحه اللي معروضه عليهم اللائحه السجليه. طبعا لائحه النادي الاهلي او النادي الاهلي هو اللي يحط اللائحه، لان هو من حقه، وزي ما اتكلمنا نادي زي النادي الاهلي نادي انجازات ونادي كبير، وياما طلع نجوم وطلع ناس خدمت النادي الاهلي، منهم رؤساء الانديه اللي مسكت رؤساء النادي الاهلي فريق مرتجي والكابتن صالح سليم رحمه الله عليه والكابتن حسن حمدي ودلوقتي المهندس محمود طاهر. فكل دول حقيقه ناس خدموا النادي الاهلي زي ما اتكلمنا. ما ينفعش حد غريب يخش علينا، ما ينفعش حد غريب يخش علينا يخدم النادي الاهلي او يبقى رئيس النادي الاهلي وناس موجودين كفاءات او مصري كمان، يعني دي اللي بنتكلم فيها طبعا حاجه غريبه جدا. لما قلت لك اسامي من شويه اللي مسكوا رئاسه النادي الاهلي اسامي تخض بالظبط، وناس كانوا قدوه وكلنا اتعلمنا منهم ولحد دلوقتي الناس بتتعلم منهم بالزبط. فدي يعني عايز اقول لك سمات النادي الاهلي وطبع النادي الاهلي ان هو بيستفيد بابنائه طبعا، دي حاجه يعني مرفوضه تماما
وشفنا الناس اعترضت عليها ان احنا ابناء النادي الاهلي هم اللي يحطوا اللائحه وهم اللي هيخدموا النادي الاهلي لحد دي قدامك رموز النادي على مدار تاريخه. يعني طبعا اتكلمنا من شويه طبعا رموز حاجه مشرفه جدا فخورين بيهم طبعا، واي حد بيخدم النادي الاهلي بنبقى واقفين سبورت معاه من ايا كان اسمه مين، انما احنا ما فيش حد يفرض حد علينا غريب لائحه احنا مش موافقين عليها اكيد. فاعضاء جمعيه العموميه من حقهم ان هم يرفضوا، حقهم ان هم يبقوا في وقفه، وده طبعا النادي الاهلي زي ما انا قلت من شويه مش نادي صغير، ما حدش يفرض عليه ان هو يعمل اللي عليه لائحه اكيد. كلنا بنتعلم من النادي الاهلي، الانديه الافريقيه والعربيه والمصريه، وده طبيعي جدا ان احنا بننقي نادي نموذج للبطولات ونموذج للالتزام في كل حاجه بالزبط. فاكيد هيبقى يعني نموذج مشرف ان احنا نقدر ان احنا نمشي على اللائحه اللي احنا عايزينها ان شاء الله. اكيد اكيد. يعني هو ده ما كانش محل حديثنا، لكن هو بصراحه يعني فرض علينا، ان مش فرض علينا يعني فرض على الحديث الاجراء اللقاءات اللي اجراها امير هشام. لكن حاجات مهمه قوي يا جماعه، يعني حاجات مهمه قوي. الاهلي اللي منجحه يعني واللي مثبته واللي دايما الناس بتتعلم منه هي ادارته الثابته، ادارته على مستوى عصور نادي الاهلي او على مر عصور نادي الاهلي اداراته هي اللي منجحاه قوي. فالادارات دي هي اللي بتعمل قوانين وهي اللي بتعمل لوائحه مع اعضاء الجمعيه العموميه مع جمهوره مع لاعيبته، المنظومه كلها مكتمله. فحضرتك لما تيجي تفرض عليا حاجه افرضها في الصح واحنا هنعظم لك، يعني هدي لك تعظيم سلام، لكن لما تفرض علينا حاجه او تفرض على اي حد حاجه مش مقبوله هتلاقي طبعا اعتراض، وخصوصا انت بتفرض على يعني كيان زي كيان النادي الاهلي. ان شاء الله اعضاء الجمعيه العموميه لهم الكلمه الاولى والاخيره في هذه اللائحه. ان شاء الله اكيد هيختاروا طبعا مصلحه النادي فين هتكون الخيار الاول. معلش كابتن سمير انا هقول بس خبرين كده مهمين جدا. انا قلت طبعا خبر تسريح منتخب المحليين ده كان يعني شايف من اهم الاخبار، وفي خبر تاني 3 ملايين دولار مكافاه فوريه تنتظر الفراعنه عند التاهل لمونديال 2018. انا هقول لكم بس رؤوس العناوين عشان بس ايه الوقتنا ما يروحش البدري. يطلب تقريرا عن حاله ثنائي الاهلي ندفيد وسعد سمير. الكاف يخطر الاهلي بموعد مباراتيه مع الترجي بالاسكندريه وردز. اخطر الاتحاد الدولي لكره القدم كاف النادي الاهلي في خطاب رسمي صباح اليوم بموعد مباراتي الذهاب والعوده امام الترجي التونسي في اطار مباريات دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، وتحدد يوم 16 سبتمبر المقبل ان شاء الله موعدا لمباراه الذهاب على ان تقام مباراه العوده على ملعب برج على ان تقام المباراه على ملعب برج العرب بالاسكندريه، كونه الملعب الذي حدده النادي الاهلي لاستقبال مبارياته الافريقيه من قبل. يعني ان شاء الله يوم 16 مباراه على ملعب برج العرب ان شاء الله. يوم 23 من شهر سبتمبر نفس الشهر موعد لقاء العوده بين الاهلي والترجي على ان تقام على ملعب رادس الاولمبي. طقم حكام سنغالي لقياده هذا اللقاء بين الاهلي والترجي، مالانج الحكم حكم السفاره والمساعد السنغالي جبرائيل والمساعد الثاني الحاجي مليك، وحكما رابعا نضاي، ومراكب المباراه هو الغاني فريدريك كرينستيل. يعني ده كان طاقم الحكام. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. سنغالي بقى اوغندي مفيش قدامنا اي حلول. دي كانت اهم اخبارنا. نروح بقى للكابتن سمير عشان نتكلم في مضمون حلقتنا. كابتن سمير، كاس مصر تقييمك كان للبطوله ايه؟ احنا اتكلمنا كتير قوي في الفنيات واتكلمنا كتير قوي في الايجابيات والسلبيات، يعني تقييم البطوله والتقييم العام لشكل النادي الاهلي في ايجاز. طبعا اولا بنقول مبروك للنادي الاهلي على حصوله على كاس مصر النسخه 36. السنه دي الحقيقه يمكن النادي الاهلي لو قلنا ان بدا مشوار الدوري العام كان مشوار صعب ومشوار طويل، وقدر النادي الاهلي يخوض تجارب كتيره قوي وماتشات وقدر ان هو يفوز بيها واحرز الدوري طبعا قبل ما يخلص بخمس ست اسابيع. اتضاف ليه طبعا بقت ثنائيه السنه دي للكابتن حسام البدري والجهاز الفني تحسب لهم واللاعبين تمام، انما مشوار كاس مصر الحقيقه يمكن النادي الاهلي احرز حوالي 20 هدف وابتدى ان هو يتعامل مع المباريات بشكل ممتاز، خصوصا اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب
يعني بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الكابتن حسام كان بيديها فرصه، يعني اجادت الحقيقه، يمكن اكتسبوا ماتشات كتير وقدروا ان هم يحرزوا اهداف زي مباراه الالومنيوم 6-0 لعماد متعب وعمرو جمال مؤمن زكريا. طبعا كانوا المباراه دي كانت قويه جدا بالنسبه لهم وقدروا ان هم يركزوا فيها يحرزوا اهداف. والعوده يعني العوده من جديد ان عماد متعب يخش السكور شيت، هو وعمرو جمال كانوا بعاد شويه بعد لما كان موجود كلوبالي واجاي، وطبعا كانوا موجودين بصفه مستمره، فكان كابتن حسام بيفضل ان يخلي عماد متعب وعمرو جمال في دكه الاحتياطي، انما بالماتش ده اثبتوا ان هم موجودين وممكن يلعبوا. وبعد كده يعني دخلنا يعني الماتش ده كان سهل شويه، ابتدينا نخش على الاصعب سنه مباراه دجله. طبعا مباراه دجله طبعا احمد حسام ميدو من المدربين الكويسين قدر ان هو يعمل مباراه كويسه جدا، لكن خبره لعيبه النادي الاهلي الحقيقه قدروا ان هم يحسبوا المباراه لصالحهم، ودي ميزه النادي الاهلي ان هو لما يعوز يكسب مباراه او بيبقى عنده اصرار على المكسب بياخد اللي هو عايزه، خصوصا اخر 10 دقائق بقوه اللياقه البدنيه والتركيز العالي قدر النادي الاهلي ان هو يكسب المباراه. بعد كده طبعا المباراه طبعا اصعب شويه من حيث طبعا الترتيب في الجدول، فرقه سموحه قبل فرقه دجله وعاملين موسم كويس جدا، انما النادي الاهلي خاض كل التوقعات وكل طبعا النتائج اللي كانت عكس النتائج اللي سموحه عملتها السنه دي، وقدر ان هو يكسب سموحه 4-0. كانت نتيجه طبعا كويسه جدا ونتيجه رائعه. شفنا تالق حمودي اول 45 دقيقه هو اجاييه مع الثنائي وليد سليمان وعبد الله السعيد، طبعا في ربط ما بينهم طول السنه، ودي الميزه اللي النادي الاهلي بيكسب بيها لحد اخر دقيقه. لو شفنا الجون ده تاني هتحس ان اللونج باص اللي بيتعمل او الدبل باص من تحت، يعني شفنا ده دبل باص على الطاير. جون مميز قوي، مميز جدا السنه دي، مميزه جدا النادي الاهلي السنه دي مميز بالحاجات دي، يعني ده دبل باص على الطاير حمودي قدر يعملها، طبعا شورت باص عبد الله السعيد لحمودي، حمودي لاجاييه. بالظبط، اجاييه طبعا متالق السنه دي وعمل موسم هايل مع النادي الاهلي. وعايز اقول لك كمان حسام عاشور ابتدى دلوقتي بقاله مثلا حوالي 4-5 مباريات بيلعب الباص الطولي اللي ممكن تجيب منه جون، مش مجرد ان حسام عاشور ان هو يبقى الديفندر القديم ان هو يمسك كوره ويسلم استلام وتسليم وقطع الكوره ويباصي عرضي والكلام، لا ده بيلعب باص امامي وممكن تجيب منه جون. حلو. وشفناها كذا مره، يعني احنا شفنا عبد الله كمان المباراه دي قدر ان هو يرجع نفسه من النواحي البدنيه والذهنيه وقدر ان هو يقف على رجله، طبعا لما خد قسط من الراحه كويس وقدر ان هو يعني يركز شويه من النواحي الفنيه، قدر ان هو يعمل مباراه هايله وعمل اكتر من هدف. طبعا شفنا تالق كمان وليد سليمان وصالح جمعه اثناء المباراه، كل واحد احرز هدف، وليد سليمان احرز هدفين، انما في واضح ان اللعيبه فايقه، اللعيبه واقفه على رجليها بدنيه وقدروا ان هم يعملوا تكتيك على اعلى مستوى. كابتن حسام ابتدى يدي الحمودي ويرجع عوده وليد سليمان لمكانه الطبيعي، وقدر ان هو كمان بعد كده يدي لمؤمن زكريا. كابتن حسام بيعتمد على التشكيلة الأساسية من أول السنة، ودي ميزة إن هو يبقى فيه تجانس ويقدر إن هو يعمل بيها ويشتغل لعب جماعي ويزود الكثافة الهجومية، ده طبعًا سر نجاح الكابتن حسام البدري. لو اتكلمنا بقى، لو أنت عايز أتكلم على المباراة النهائية، لا خلينا يعني أنا بحاول إن أنا ألم أسئلة الناس، في أسئلة يعني بيسألوها الناس كتير، بس أنا هقول لك الأول ليه النادي الاهلي كان بعيد 10 سنين عن كاس مصر. يعني انا دايما كده مع ناس كابتن سمير على الفيسبوك كده بدور على الناس بتسالني في ايه، بشوف الراي العام ماشي فين، الاهلاوي طبعا يعني او اي راي عام رياضي يعني. فالنهارده قريت بصراحه يعني عنوان كده على الفيسبوك للصحفي المميز الاستاذ علاء بيقول: سالني ساخرا كنتوا بتعملوا ايه من غير كاس مصر 9 سنين؟ فهو رد قال اجابته بهدوء: ابدا، يا دوب كنا بنفوز بالدوري 9 مرات والسوبر المحلي 6 مرات ودوري ابطال افريقيا 3 مرات والسوبر الافريقي 4 مرات والكونفدراليه واللعب في كاس العالم للانديه 3 مرات. يعني بصراحه لفت نظري قوي الكلام الجميل قوي اللي كاتبه ده، يعني حاجه بصراحه كابتن سمير طبعا كتبت. لا انا ممكن أنا تكتب تاني؟ لا انا تكتب تاني عشان ما نروحش منك بطوله. لا انتوا بتعملوا ايه في ال10 سنين اللي ما بتاخدوش فيها كاس مصر؟ بصراحه يعني عملنا كتير. الدوري 9 مرات يا كابتن سمير؟
ادي حاجه. السوبر المحلي 6 مرات، دوري ابطال افريقيا 3 مرات، السوبر الافريقي 4 مرات، والكونفدراليه مره، واللعب في كاس العالم للانديه 3 مرات. دي اللي احنا كنا مشغولين بيهم حضراتكم في العشر سنين اللي ما كناش بناخد فيها الكاس. بصراحه الكاس لما رجع لنا يعني بنحاول دلوقتي نظبط فيه ونرجعه يعني يلمع كده. هو تروح كاس العالم 3 مرات للانديه، وتاخد الدوري 8 مرات، 9 مرات، سور محلي 6 مرات، دوري ابطال افريقيا 3 مرات يا كابتن سمير، سوبر افريقيا 4 مرات، ولا نركز في الكاس؟ ايه رايك؟ لا هو الكاس بطولة مهمة. الموضوع سخن، خدنا الكاس. ده طبعا يعني عايز اقول لك لعيبه النادي الاهلي مركزه جدا السنه دي ان هم ياخدوا دوري وكاس وبطوله افريقيا. اللي انت ما تعرفوش ان بطوله الكاس بطوله مجهده جدا وبتعتمد على اللعيبه البدلاء. انت كتبت الانجازات دي عشان عايزك تقولها تاني باللسان. لا هقولها ما تقلقش. طيب. بتكلم بس ان الكاس بيبقى صعب جدا. انت بتشوف في كل الدوريات وكل الفرق اللي في العالم، لما مثلا ندي مثل بريال مدريد وبرشلونه احسن فرقتين في العالم، وشفنا ان زيدان بيعمل عمليه الروتيشن وبيلعب بالصف الثاني في 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 الكاس او اخر ماتشات في الدوري عشان يريح بقيه اللعيبه. بالمناسبه دي زيدان قال انا ما عنديش صف ثاني يا جماعه. يعني كابتن سمير هو كان يعني متوقع ان انت تقول كده، فقال لك كابتن سمير كمونه. لا انا يعني ما عنديش صف ثاني. او اللعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب بصفه مستمره، نخليها يعني بصيغه احسن من كده. انما طبعا الكابتن حسام السنه دي عمل عمليه روتيشن كويس جدا، قدر ان هو يدي الناس اللي ما كانتش بتلعب كتير زي عماد متعب وعمرو جمال كان ليهم دور كبير قوي. وطبعا كان موجود معاهم اجاييه ووليد والناس الخبرات اللي موجوده وحسام عاشور، فدي كانت ميزه عكس السنين اللي فاتت. النادي الاهلي كان مجهد جدا بيسافر افريقيا، وانت عارف يا كابتن ميدو ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا احنا ما كانش لينا ملعب. دي داخله من موضوع الاجهاد برضه عشان تكون واخد بالك. ان احنا بنيجي من افريقيا نروح برج العرب، نسافر تونس نيجي نروح السويس، نسافر القطن الكاميرون نروح نلعب في برج عرب تاني. فالنادي الاهلي برضو يعني تعرض لعمليه اجهاد الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، مشكله جامده جدا بالنسبه له وارهاق على بعض اللاعبين خصوصا اللعيبه الاساسيين. فانت ما ينفعش ان انت تاخد كل البطولات في سنه، لازم بطوله تهرب منك زي السنه دي، واخدين دوري وكاس البطوله العربيه خسرناها، ما عندناش مشكله وعندنا ان شاء الله في بطوله افريقيه. انما الاجهاد سبب خساره كاس مصر السنتين ثلاثه اللي فاتوا للنادي الاهلي، طبعا عشان في ظل وجود البطولات اللي موجوده اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. زي ما انت قلت طبعا الفوز بالدوري 9 مرات وافريقيا 3 مرات والكونفدراليه والسوبر وكاس عالم الانديه، فكل دي بطولات النادي الاهلي حققها. يعني بيتهيألي حتى لو خسر كاس مصر بيتهيألي يعني ما فيش مشكله، يعني انما حقق بنسبه 90% من الانجازات السنين اللي فاتت كلها. 9 مرات دوري نقولهم بس عشان الناس تفتكر. اتفضل. انا عايزك تقول 9 يعني كتبتهم. 9 دوري بالظبط، و سوبر محلي 6 وابطال افريقيا 3، سوبر افريقي وسوبر افريقي 4 وسوبر محلي 6 وكونفدراليه وكاس عالم الانديه 3 مرات. طيب ما فيش نادي في العالم عملها. يعني احنا بنيجي بقى ولا ناخد الكاس بقى ونقعد يعني يا جماعه ناخد الكاس بقى ونقعد كده مستنيين بقى الفرق نشوفها في كاس العالم الانديه ونشوف الفرق بتاخد 9 مرات دوري واخدين 4 مرات كاس سوبر وبعدين الكاس يعني ينفع؟ احنا واخدينه كام مره ميدو؟ 36. يعني اكتر نادي يعني اكتر نادي في مصر واخد الكاس يعني بيتهيألي يمكن و10 سنين كان في ثوره وفي حاجات لا يعني اكتر نادي واخد كاس مصر النادي الاهلي 36، برضه عدد مش قليل برضه يعني. طيب خلاص كده يعني مقتنعين يا جماعه ولا نقول تاني؟ خلاص الاعداد بيقول خلاص. هو لو حد احسن مننا يطلع انجازاته على الورقه والقلم بس. ده اكبر رد نرد عليه يا ميدو. بصراحه كان احلى حاجه النهارده بصراحه قريتها، يعني كان رد جميل قوي. طيب نشوف بقى يا كابتن سمير أسئلة الجماهير الأهلاوية. استعادة الأهلي للقب الكاس بعد 10 سنين كانت دوافعه إيه؟ اللي إحنا بنتكلم فيه ده وزيادة الكلام يا جماعة الكاس بعيد الكاس بعيد، فيعني طب ناخد الكاس بقى ونحطه ونركز في حاجاتنا التانية عشان تستريحوا، شايف الموضوع كان كده؟ لا إحنا بناخد كل خطوة بخطوتها، وكابتن حسام يمكن عامل بلان من أول السنة لحد آخر السنة. وأنت عندك فرقة تقيلة، يعني اقوى فرقه في مصر واجهز فرقه في مصر هي النادي الاهلي. فانت لما تاخد كاس مصر ده الطبيعي. فانا عايز يعني اوصل الناس برضه يا جماعه ان كاس مصر ما هوش انجاز كبير قوي، يعني لا ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. احنا واخدينه 36 مره، انما احنا عندنا الاهم
يعني ده كانت بروفه لمباراه الترجي. تمام. يعني مباراه سموحه ومباراه المصري اللي احنا كلنا طبعا كنا مهتمين بيها جدا، مباراه من اجمل مباريات النادي الاهلي عملها، دي بروفه لمباراه الترجي. فكاس مصر يا جماعه جزء من او يعني بطوله من ضمن البطولات اللي النادي الاهلي متعود ان هو بياخدها. فان شاء الله يعني دي بدايه للي جاي ان شاء الله. حلو ماشي. هل يتاثر هجوم الاهلي برحيل عمرو جمال؟ من وجهه نظري هو هيتاثر شويه، انما لو جبت البديل الكفء مش هيتاثر. خلي بالكوا احنا بدانا نسال السؤال ده يا جماعه، بدا السؤال ده ينتشر بعد ما عمرو احرز الهدف. هو الطبيعي هي ده اللي بيحصل في العموم، ان احنا بنفتكر اللاعب لما يبدا يظهر، لكن هو عمرو جمال كان بعيد شويه ما كانش حد بيجيب سيرته. لكن انا بحاول ارد برضو على اسئله كل الناس. لا عمرو من اللعيبه الممتازه وخدم النادي الاهلي وجاب اهداف كتير، وهدفه الاخير ده يعني وهدفه الاخير ده فرحنا كلنا، وهدف طبعا رجعنا للمباراه تاني. وبعد كده طبعا احمد فتحي جاب الهدف اللي طبعا اللي كسبنا بيه الحمد لله. طبعا ادي الهدف بتاع عمرو جمال، هو مميز في الكرات العرضيه، وتغييره الكابتن حسام كانت لازم في التوقيت ده فعلا، ان هو ينزله في الدقيقه 14 او الدقيقه 16 واحرز الهدف. ان عمرو جمال بلا يعني بيجيد ضربات الراس، وكمان علي معلول مميز جدا في الكورسات انا كنت لسه لازم اسمع لعلي معلول، لان انا دايما بقول نموذج. علي معلول مش علي معلول اللي انا اعرفه. لا علي بقاله فتره واقف على رجله وفت مبسوط وهو بيلعب، عكس الفتره فترات قبل كده ان هو بتحس ان هو عايز يحترف وعايز يروح هنا وعايز يجي هنا. انما علي معلول المباراه دي من نجم من نجوم المباراه هو احمد فتحي. لا بس لسه علي معلول عنده اكتر من كده، عنده اكتر من كده. بس هو لو فضى دماغه صحفي تونسي هو بيستغرب فين علي معلول بتاعنا اللي احنا نعرفه. ما انا هقول لك على حاجه، بص الاوفر ده اوفر عالمي، ده مجهود فردي. حاجه موهبه من عنده، عملها هو واقف مميز جدا. عمرو جمال نفس الموهبه، بيلعب هيدرز كويس جدا، احرز هدف بدماغه. انما انا ممكن برضه ميدو عشان الناس تفهم برضو ان الكابتن حسام ممكن يكون مديله تعليمات من النواحي الفنيه، امتى يهاجم امتى يدافع، على حسب الطريقه وحسب الخطه اللي بيلعب بيها. أكيد. مش عايزين برضو نظلم علي ان هو لا بس هو بيتواجد في بعض المواقف الهجوميه. كابتن سمير نعم بيتواجد في بعض المواقف الهجوميه وبالاسف بيفنشها، مش علي معلول. علي في المباراة المصري كان نجم من نجوم المباراة من الناحية الهجومية. تمام. حتى اللمسة الأخيرة كان بيعملها صح وبيتقنها صح جدا. تفتكر عمرو جمال لو الهدف ده أحرزه قبل ما ياخد قرار رحيله، واللي هو الاستماتة في قرار رحيله، كان هيفرق معاه؟ كان ممكن يغير قرار رحيله؟ لا هو القرار متاخد ان عمرو جمال هيحترف. لا هو مش القرار متاخد، هو عمرو جمال اللي واخد القرار ومستميت عليه، ومجلس اداره وكابتن حسام البدري والجهاز الفني وافق عليه. طيب كان ممكن عشان موضوع اللاعب كان ممكن الموضوع يختلف. هو عمرو واخد القرار مش هيختلف سواء جاب جون او ما جابش جون. طب ما هو طول السنه لعب حوالي 40% من الماتشات، بس ما جابش جوان مؤثره قوي زي الجول ده. لا هو جاب 3 اجوان او جونين في الالومنيوم، وجاب جون في المقاولين، ويعني اهداف تانية كتيره. انما هو انا حاسس ان هي رغبه اللاعب يا كابتن ميدو. تمام. رغبه اللاعب، والكابتن حسام قدر ان هو طبعا يوافق عشان رغبه اللاعب زي حسام غالي وزي طبعا اللعيبه اللي احترفت كلها. تمام. طيب السؤال الثاني يا كابتن سمير برضو، ليه بنهاجم شريف اكرامي مع ان شريف اكرامي ماشي كويس جدا 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 واخطائه قليله جدا؟ بدانا نسمع شريف اكرامي بعد اللي كان هيتسبب في هدف ومش مقصود، الكره اللي طلع لعبها بالبوكس نزلت تحت ايديه وكان هيجي هدف يطلعه نجيب. بدا بعض النقاد اللي هم مصنفين نفسهم نقاد يعني على وسائل السوشيال ميديا، قالت شريف واخطاء ومش عارف، مع ان ده مثلا خطا من مثلا من 20 مباراه. شوف ارقامه وشوف الاهداف اللي دخلت فيه، وشوف اهداف اللي دخلت في الحراس اللي موجودين في مصر كلها، سواء في الكاس او في الدوري حتى في المنتخب وبطوله افريقيا. فهو عامل ريكورد كويس جدا هو والمدافعين، ويجي يحسب له. فالريكورد اللي هو عامله الحقيقه مع المدافعين للنادي الاهلي وبقيه الفرقه طبعا هي هترد على كل الكلام اللي بيتقال، ان شريف اكرامي من الحراس الممتازين وابتدى يكتسب خبرات عاليه جدا في النادي الاهلي، ومن خلاله ابتدى يبقى اساسي في منتخب مصر. اكيد يعني هو لا يزال شريف اكرامي. اكيد كل حارس مرمى يا جماعه ليه اخطاء، واخطاء قاتله كمان، وشفنا نماذج كبيره جدا، شفنا يعني حراس بوفون، وشفنا الحضري باخطاء غريبه جدا تدخل في مرماهم، لكن هو ده حارس المرمى، لانه انسان هيغلط هيغلط. لكن شريف اكرامي اخطاؤه على مستوى شريف اكرامي الثابت طول السنه لا
لازم نصنفه هو الحارس الاول في مصر بمنتهى الامانه. محمد نجيب ليه ما بنديلوش حقه؟ محمد نجيب انا مقتنع بيه جدا من المساكين اللي عارفه واجباتها الصح. بيعرف امتى يمسك، امتى يعمل سبرنت، امتى يقف، بيهاجم امتى، يطلع في الكور الثابته. لكن هو الحقيقه عايز اقول لك بمنتهى الامانه محمد نجيب يعني مظلوم اعلاميا شويه. معرفش ليه، انما يعني تقول له اقعد احتياطي اقعد احتياطي، بره السكور شيت يطلع بره السكور شيت، اساسي اساسي. طبعا يتغير مثلا لعيب يتعور، يعني في اي ظروف يا كابتن ميدو بتلاقيه. فمحمد نجيب من لعيبه كويسه، كان مكسب للنادي الاهلي السنين اللي فاتت، والنادي الاهلي استفاد منه، وهو استفاد من النادي الاهلي طبعا من خبرات ومن اللعيبه الممتازه وفادت النادي الاهلي. تمام. يعني انا معايا خبر اكيد طبعا حضراتكم اكيد الناس اللي بتهتم دايما بالنادي الاهلي، ايفونا او مليك ايفونا نجم الاهلي السابق وقع لنادي كونياسبور التركي. كان مستوى ايفونا او اللي احنا كنا بنشوفه في ايفونا نقول ان هو هيحترف في نادي قوي جدا، لكن يعني انا شايف رحله احترافه مش ناجحه قوي. كل التوفيق للنجم الاهلاوي السابق مليك ايفونا، وهو طبعا احنا بنحبه عشان هو بيحب النادي الاهلي قوي بصراحه. طيب شايف يا كابتن سمير ان هشام محمد يقدر يقوم بنفس دور حسام غالي؟ هشام من اللعيبه الممتازه، ابن من ابناء النادي الاهلي، وصل لمرحله او سن ال 20 في شباب النادي الاهلي او 21، وبعد كده النادي الاهلي استغنى عنه، قدر ان هو يتالق في سموحه في سوري في الدجله المقصه، وقدر يعمل ماتشات كويسه جدا. النادي الاهلي ابتدى يبص له بنظره المستقبل ويرجع للنادي الاهلي تاني زي ما اتكلمنا، من ضمن اللعيبه او عوده طيور المهاجره تاني لمكانها الطبيعي. هشام لعيب ممتاز، لعيب بصير على اعلى مستوى، مهاري. فطبعا انا شايف ان هو يقدر يعوض مكان حسام غالي، ان هشام محمد من اللعيبه الممتازه الحقيقه. تمام. موافق على احتراف مؤمن زكريا؟ طبعا ده طبعا راي كابتن حسام البدري والجهاز الفني، انما لو كابتن حسام شايف ان هو في مصلحه اللاعب يمشي. لا انت شايف ايه؟ مش عايزين دبلوماسيه. لا مش دبلوماسيه، اصل انا اخر السنه وعندي ماتشين مع الترجي، فيعني بالنسبه لي السنه خلصت. فهو لو هيطلع مثلا اعاره او حاجه مفيش مشكله. مفيش مشكله. مش هيأثر فنان على الفريق. عنده وليد سليمان، وعنده حمودي، وعنده عبد الله السعيد، وعنده صالح جمعه، وعنده بركات، وعوده احمد الشيخ. فكل دي لعيبه كويسه جدا ومميزه، وما النادي الاهلي مشتري بعض اللعيبه ان هم يقدر يستفيد منهم في الظروف اللي زي كده. فوجهه نظري لو جاء له احتراف يقدر كابتن حسام يوافق عليه، يعني دي برضه ترجع له هو، انما انا قلت وجهه نظر. ماشي ماشي يا كابتن سمير. تفتكر خساره الاهلي البطوله العربيه كانت سبب في الفوز بكاس مصر؟ مكسب لفريق كامل اثناء تواجد النادي الاهلي في البطوله العربيه، او خساره النادي الاهلي في البطوله العربيه، اثبت انه إن فريق الاهلي عنده منتخب مصر مش فريق واحد او فريق بيملك 11 لعيب، لا، النادي الاهلي دلوقتي عنده حوالي 28 لعيب، كل المستويات متقاربه، والكابتن حسام يقدر يستفيد بكل المراكز اللي موجوده. الصفقات اللي احنا اتعاقدنا معاهم قبل البطوله العربيه كابتن حسام قدر يديهم، وكان عشان يحصل فيه تجانس ويقدروا يكتسبوا خبرات ويقدروا ان هم ياخدوا عدد مباريات كتيره داخل البطوله العربيه ويقدر يعتمد عليهم بعد كده. بالفعل ده حصل، مفيش نصيب ان احنا خدنا البطوله، عملنا اللي علينا واللعيبه اجتهدت الحقيقه، انما بعد كده بقى ثمار البطوله العربيه واللعيبه اللي خدت خبرات كابتن حسام قدر يعتمد عليهم في كاس مصر، وقدرنا ان احنا ناخد الكاس عن جداره، ودي كانت ميزه ان احنا شفنا كل اللعيبه اللي كانت موجوده في البطوله العربيه، والكابتن حسام طبعا دي كانت فرصه ان هو يشوف كل لعيبه عشان يقدر يقف عند كل مستوى لعيب فيهم ويقدر يحدد سواء يبقى موجود في الفتره دي او بعد كده او يبدا معاه من اول الموسم. انما كانت بطوله بالنسبه لنا كانت في مصلحتنا ان احنا شفنا كل الصفقات الجديده على راسهم طبعا ازارو، وشفنا عمرو بركات تألق واحرز هدفين، وعندك طبعا حمودي ابتدى يخش في الفورمه، وطبعا صالح عوده صالح جمعه، وكل اللعيبه اللي كانت موجوده الحقيقه ادت اداء رائع وقدرنا ان احنا نستفيد منهم في كاس مصر. تمام. شايف ان الكابتن حسام
هيعتمد على اللعيبة الأساسيين اللي هم كانوا في الدوري قبل تألق صالح جمعة، قبل تألق الشناوي، قبل باسم علي برضو على سبيل المثال، شايف ان هو ممكن يعتمد عليهم في مباراة الترجي ولا الموضوع هيبقى صعب؟ بص، الكابتن حسام عنده ثوابت وعنده عملية تجانس، ثبات التشكيل دي بتسبب له مشكلة مع بعض الإعلاميين، فهو صح بلغة المدربين او لغة المدرب ان انا بعتمد على اللعيبة اللي بتطبق الطريقة بتاعتي، بعتمد على اللعيبة الأجهز، بعتمد على اللعيبة اللي يعني فت وتقدر تكمل 90 دقيقة. تمام. فكل واحد من وجهة نظر ان هو عايز مثلا صالح جمعة يبدأ، انما الكابتن حسام ليه وجهة نظر ان عبد الله السعيد هو اللي يبدأ عشان هو الأجهز وهو الماتش ده محتاجه اكتر من صالح. فدي هي دي وجهة نظر عشان الناس برضو تفهم حتة ثبات التشكيل. الكابتن حسام بيعتمد على التشكيل والهيكل الأساسي من أول السنة لحد وقتنا هذا، ما بيغيرش حد كتير غير في الظروف وأضيق الحدود، حد تعور، حد إيقاف، كل الظروف اللي هي خارجة عن إرادته بيقدر إن هو يغير بيها، وكل اللي بيخش التشكيل الأساسي ما بيفرقش كتير عن اللي خرج سواء إصابة أو إيقاف. يعني عبد الله بعض الاحيان ما بنشوفوش، بنلاقي صالح جمعه بيقوم نفس الدور، وليد ما بنشوفوش، بنلاقي مؤمن بيقوم بنفس الدور، اجايه ما بيبقاش موجود في البطوله العربيه قدر وليد ازارو يقوم بنفس الدور، كلهم بيكملوا بعض وكلهم دلوقتي جاهزين. انا بقول لك كمان الفتره اللي جايه الله يكون في عون الكابتن حسام البدري على يعني كثره اللعيبه الجاهزين طبعا في مباراه الترجي، مباراه صعبه ومباراه تقيله محتاجه كمان الكابتن حسام بيعتمد على المباريات الافريقيه بالذات على اللعيبه الخبرات اللي لعبت كتير سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. تمام. يعني اخر سؤال هساله لك، لو عايز تقعد يعني ممكن اقول لهم نعم. انا قاعد مفيش مشكله. كوبر ومباراتي اوغندا، هنشوف برضو كوبر بالشكل اللي بنشوف بيه على طول منتخب مصر؟ يعني الصلاح ما شاء الله الراجل عمال يجيب اهداف وحجازي، ويعني هيدافع برضو ولا شايف الطريقه ممكن تتغير؟ بص، هو الـ 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 الطريقه اللي بيلعب بيها كوبر ما بتختلفش كتير عن الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن حسام البدري. لا بتختلف يعني لو سمحت وجهه نظري، يعني انا بقول لك يعني هو يعني بيلعب بطريقه نجح بيها، وانا بقول لك يا ميدو هفكرك ان شاء الله راجع نفسك هنوصل. لا هي نفس لانه في السوشيال ما بيصدق وياخد تصريح، خلي بالك مفيش مشكله. ما هو كابتن حسام بدري هيزعل منك جدا. لا ما هي بتشوف الاهلي بيهاجم على طول يا كابتن. الطريقه ما هو النادي الاهلي مميز ان هو بيهاجم اكتر، لكن هي نفس الطريقه، هو ما بيقدرش يهاجم بقى، دي مش بتاعتنا. ده موضوع تاني، واخد بالك؟ عنده صلاح هو اسبرنتات كتير وبيخش من العمق وبيقدر يحرز اهداف. نفس الشيء عندنا عبد الله من اي حته والله. يعني بس هي المشكله دلوقتي ان انت عندك يعني عجز في حته الفراوده بعد اصابه احمد كوكا. طبعا في مشكله، مش عارفين مين اللي هيلعب، فهو دلوقتي محطوط في حيره، فلازم يحقق بعد اصابه مين؟ احمد حسن كوكا اتصاب اول امبارح في راسه، وطبعا هيغيب حوالي 10 ايام او اسبوع على حسب معلوماتي يعني. فان شاء الله يقدر ان هو يبص على البديل الكوف، واحنا عندنا مشكله حته الراس حربه في مصر اخر شهرين ثلاثه. يعني مروان محسن متعور، كوكا متعور، باسم مرسي بره، مفيش حد تاني. هم دول ثلاث اربع فرادة اللي موجودين عندنا، مين تاني؟ مفيش حد. فهو هيبدا بقى يبص على بعض اللعيبه اللي موجوده في منتخب المحليين زي حسام حسن وزي جمعه، يقدر يستعين بيهم كبديل او يقدر ان هو يبدا بيه. وعمرو جمال، وعمرو جمال هو يعني وعمرو جمال موجود يعني هو عمرو مرعي. يعني شايف ان في نماذج جمعه في مصر، ما هو جمعه وفي طبعا حسام حسن لاعب سموحه وفي عمرو جمال، هم دول اللي موجودين. في كهربا بقى يقدر يوظفه بقى. هو الشامي على مستوى اللي ظاهر بيه مكسر الدنيا مع المصري ما يصدقش. بص، هو مش عايزين نتكلم على اللعيبه وتقييمها في مباراه واحده. لا لا لا، لكن في حاجه في معنى تاني. انا معاك ومتفق معاك تماما، بس انا بقيم على مرحله كبيره. يعني الشامي ده ما شاء الله حاجه من اول فيما بعد ممكن يكتسب خبرات يبقى لعيب دولي، انما برضو عايز اقول لك ان مش من مباراه واحده اللي هي مباراه المغرب اللي احنا شفناها، للاسف طبعا ما كانتش مباراه كويسه، التنظيم فيها كان سيء جدا، اللياقه البدنيه كانت قليله جدا. خلاص اتحاد الكره قفل الموضوع. يعني انا شفت المباراه كانت ضعيفه فعلا في كل حاجه، فنيا وبدنيا وفي كل حاجه. مش عايزين نخش في تفاصيل ان هو المغرب كان
افضل مننا وكان اجهز مننا عشان كده فاز المباراه. طبعا خلينا نرجع لموضوع الشامي وغيره. برضو في لعيبه ما تبقاش دوليه، يعني في لعيبه بتبقى في المستوى المحلي كويسين جدا يا كابتن ميدو، بتيجي للمستوى الدولي بتفصل، ما بتعرفش تتعامل مع الخصم ولا اجواء المباراه ولا الجماهير ولا الماتشات القويه. فبتهيالي اللاعب المحلي بيختلف كتير قوي ان هو يبقى دولي. يعني الوقت خلص، عمال يقول الوقت يا كابتن، الوقت يا كابتن، مش عارف خلاص يا جماعه ولا ايه؟ خلاص ماشي، نورت وشرفت يا كابتن سمير، ربنا يخليك يا ميدو. يعني انا حاولت الم القدر المستطاع من اسئله المتابعين لقناه الاهلي، واي اسئله يا جماعه، اي اسئله اسالوها وهنجاوب عليها بمنتهى المصداقيه زي ما انا متعود معاكم ان انا ارد عليكم بمنتهى المصداقيه. نورتنا وشرفتنا يا كابتن سمير، وان شاء الله نلتقي قريبا ان شاء الله. موفق، ربنا يخليك يا وقتنا معاكم خلص للاسف. يعني قبل ما اقفل معاكم، وانا عايز انعي كابتن محمد ثابت صاروخ نجم الاهلي السابق ونجم انبي السابق في وفاة أخيه الأكبر، يعني البقاء لله كابتن ثابت صاروخ، وإن شاء الله الصبر والسلوان للأسرة الكريمة. نورتوني وشرفتوني، ومع ألف سلامة.